أطلقت شركة أبو ظبي للخدمات الصحية صحة مبادرة مسؤول التي تتيح لمراجعي ومرضى جميع منشآتها تقديم اقتراحاتهم ورأيهم عن طبيعة الخدمات المقدمة للوقوف عليها ووضع حلول لتنفيذها. الزميل أحمد اليماحي رصد جانبا من إقبال المراجعين على هذه المبادرة في التقرير التالي. المرض والشفاء بيد الله فقط، غير أن الأخذ بالأسباب وتوفير أمثل نماذج الرعاية الصحية للمرضى ضرورة ملحة للحفاظ على سلامة الإنسان. المسؤولية هي النزول عند رغبات الجمهور ومطالبهم، لذا أطلقت شركة أبو ظبي للخدمات الصحية صحة مبادرة مسؤول لتفتح المجال كل 3 أشهر للالتقاء بالمرضى والمراجعين ورصد اقتراحاتهم. هذا الجميل جدا، لأن حتى يوم تبادر وتكلم مع المسؤول، المسؤول يطلع وياك أيضا ويروح إلى الغرفة ويتأكد أن الموضوع ساري ولا لا. الحمد لله وايد ارتحت معهم، يعني كان في تواصل مع الدكاترة وايد ساعدوني. تحسين الأداء تزامن مع سياسة الباب المفتوح، ففي عام 2009 وصلت نسبة رضا المرضى عن خدمات الطوارئ في منشآت شركة صحة إلى 82% و85% في عام 2011، 86% نسبة رضا المرضى عن العيادات الخارجية في عام 2011. والحمد لله رب العالمين، ما مقصرين فيي، من يجي في علاج، من يجي في الدوية، من يجي في أول، فكل شيء ما هم مريتنا كلها زين. 455 عدد المشاركين في مبادرة مسؤول التي شملت 12 منشأة صحية و62 مركزا صحيا. مبادرة مسؤول بيكون الربط الكبير اللي هو بين شركة صحة ومنشآتها مع المرضى والعملاء اللي لديها إن شاء الله. يتواصلون معهم يوميا من خلال استفتاءات نسويها في القسم، نسألهم عن مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة في المستشفى سواء كانت خدمة إدارية خدمة طبية. تساؤلات المبادرة التي استعانت بشخصيات كرتونية لتعزيز رسالتها، يراهن البعض على أن تكون أجوبتها قيد التنفيذ. العناية بصحة الآخرين طالما كانت مسؤولية مراكز الرعاية الصحية، إلا أنها اليوم يتقاسمها المريض والمستشفى، فمعرفة آرائهم واقتراحاتهم خطوة في طريق التطوير. أحمد اليماحي، قناة أبو ظبي.